دي يومية بهمك؟ اش كدير بهمك؟ كنت نخلي الرابوس قلت مقدل يولا كنت لوح اش فديق ولا شنو؟ ما عرفت خويا هادشي اللي فيه ما عرفت شنو مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في المباشر من مدينة أو ضواحي مدينة الدار البيضاء، من واحد المنطقة الاسم ديالها المكانسة، بالقرب من واحد الدوار الاسم ديالو تقلية دوار نبيل في مدينة الدار البيضاء. القصة غريبة ومؤلمة بهذا الشيء. هاد السيدة اللي في اليسار ديال الشاشة هي أم عندها وليد وبنية، الزوج ديالها تخلى عليها وما كينفقش على الوليدات ديالو، الام ديالها متوفيه، ما بقاوش عندها غير ولد وبنت، ولات عندها الاخت ديالها اللي على اليمين ديالنا مريضه نفسيا، واللي تم الاغتصاب ديالها في الصغر ديالها، وتم انجاب يعني ديك الشابه اللي كاتبه لكم وسط الشاشه، اللي تا هي للاسف مريضه نفسيا، وعندها ابن اخر تا هو مريض نفسيا في المستشفى 36. انتي دابا ولات عندك مسؤولية ماشي غير ديال ولادك، ديال اختك وبنتها وولدها اللي في المستشفى. اذا غادي نبداو هاد القصة، ونتمنى منكم تفعلوا وتبارطاجوا لا فيديو ونشوفوا حل لهاد الناس. هاد السيدة اللي على اليسار كانت كتشكى من الزوج ديالها اللي تخلى عليها وما نفقش على الولاد ديالو، ولو انها رفعت عليه دعوة في المحكمة وقالت بأنها ما غتربح منه والو ولا دخل الحبس، فطلبت منه فقط أنه ينفق على الوليدات ديالو اللي هو مجبر أنه ينفق عليهم. الأخت ديالها مريضة نفسيا، يعني كيف سمعتوا تم الاغتصاب ديالو وولدات هاد البنية، هاد البنية اللي كتشوفوا الوسط ديالكم، فكانت بعقلها. وهاد السيدة اللي على اليسار قالت بأن الأم ديالها اللي هي الجدة ديال هذاك البنت اللي الوسط سدات عليها في الدار مدة ديال 4 ايام ومشات للبلاد باش تجيب شي اوراق. هذوك 4 ايام وقعت فيها واقعة ديال شي وحدين جاوا بداو كيدقوا عليها، ربما تخلعات ولا ما عرفناش شنو وقع بالضبط. فمن تم وهي مريضة واش كانت كتعالج؟ اه. وشنو قال لكم الطبيب على الحالة ديالها؟ كيقول لي مزيرة. شنو هي مزيرة؟ اه سكان جبدو. سكان لا عاودي لنا شنو وقع سكان، راه دابا ما نعرفوا فيه. كنت ندوز على الطبيب، كنت ما متبعات الطبيب بن ابراهيم بلات نعم، كنت دوز على عند واحد الطبيب في مدينه سميتها بن ابراهيم. كان كيخرج لها الدواء وداك الشيء، يدير لها الشيء كان نقول لها شحال عندها، قول لي مزيره، نقول لها فسر لي قول لي مزيره. شنو هي مزيره؟ ما عرفت شنو هي. المهم هذاك الدواء اللي كيخرج لها كيتكمل الشهر كنعاود نرجعها كيخرج لها نفس الدواء. اها هذاك الدواء عا كيرخيها، يعني ما كيعالجهاش غير كيرخيها وصافي، ما كتهضرش هي. لا علاش؟ من صغرها ما كتهضرش. لا كانت كدوى فاش مرضت ما بقاش كدوى، هي هذيك وانا نبدل لها الطبيب. مشيت مريزكو قلت لي ما عندناش داك الشيء، كنت متبع لها واحد الطبيب هذاك الشيء وما قدا فيها والو، دخلتها درت لها سكانير لقيت ديال 36، ديتها 36 جاي عندها صدمة. عندها صدمة؟ صدمة. هو يخرج لي الدواء، خرج لي دابا الدواء هو اللي كنشريه صافي، من تما وانا متبع 36 وما كاين والو. شحال ديال الوقت هادشي؟ يلا تبعت 36 شي 4 شهور. امتى مرضات هي؟ مرضات من يلا عندها 16 عام، دابا عندها 25 سنة. ويلا بديتي كتعالجي فيها؟ لا امي الله يرحمها كانت متبعة لها الطبيب ديال بن ابراهيم. فاش شتو خرج عليها مقدا لها والو هداك الشي، منين ندير لها الطبيب شي درت لها سكانير يديها 36، ديتها 36 خرج لي الدواء ولا كيعطيني رانديفو، دابا عطاني رانديفو 3 شهور. عطاك رانديفو ولا 3 شهور؟ والام ديالها كيفاش القصه ديالها؟ الام ديالها كانت الصوت مرتفع احسن. الام ديالها كانت صحيحه وكانت كتقرا. هذه السيده يعني كانت بعقلها كانت بخير. كانت كتقرا. كنت كنخدم في المعمل. كنت كتهضر مزيان. اه عاودوا لي. كنت في المعمل في ضرب عمر. كنت خدامه في المعمل في ضرب عمر. اها. كنت خدامه مع عليا، كنت كنقرا، خرجت من القرايه الوالده مسكينه ودات خويا الصغير بغيت نقول لها نخرج، قالت لي لا بقيت قرايه، قلت لها لا نخرج، قالت لي لا بقيت قرايه. وعلاش بغيتي تخرجي؟ اه. علاش كنتي باغا تخرجي؟
انا قلت لها لا ما بغيتش نقرا، بغيت نخرج والو. هي بقات عليا قرايه 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 مسكينه، كتقول لي قرايه. قلت لها لا خلينا نخرج، صافونا نخرج. بقات مقابله ولد اخويا هذا، بقيت مقابله خوك. ولدات خويا، ولدات خويا. انا فاش شفتها ولدات في الدار في البيت، مع تعطلات على هذا الصوت ديال كانت ولدات خويا. جا الوجع في الدار في البيت، جا الوجع. دابا مع وجهي هادشي اللي كتقول كاين ولا لا؟ كاين ولكن ما تعرفش. يلاه كملي لينا. دابا خرجت مي الله يرحمها، كان با خدام شركه، الشركه دارت الاضراب. ما قالت لي خرج من القرايه عاونيني، يعني الام ديالك طلبت منها انها تخرج من القرايه وتعاونها. خرجت كتعاونها، الدريات اللي دخلوا باترون ديال الشركه ديالك، يدي اختها عند مرته شقالي هذاك الشيء، كيعطي الحوايج الماكله وداك الشيء. ناض الدريات قال لها ولي عطينا، هي مبغاتش تفقوا عليها ثلاثه، عطاوها فاني دا نهار 27 في رمضان. نسطاوش وحدين صحاباتها. لا ماشي انا كنت خدامه عندهم في الدار. خليني ندوي. سطاو هذاك الشيء مي الله يرحمها تسرطات. هذو كانوا خدامين معاه اللي عطاوها شي حاجه كلاتها وتسطات بها. مي سرطات تجيب النعناع، مشات تجيب النعناع داعت. فاش داعت با الله يرحمه كيقلب عليها. نهار لقاها في واحد البلاصه سميتها الفضاله. فين شفت المحمديه؟ اه لقات تما وداك الشيء من كازا المحمديه. اه مشات على جلاها ما عرفت، لقات تما جابها. فاش جابها ما الله يرحمها وداك الشيء دات تاع الطبيب. فاش دات تاع الطبيب قال لها صافي الدراري مشات. كيفاش مشات؟ يعني اغتصبت. اه لقاو اغتصب شي واحد تما غير في هذاك الوقت القصير. اه لا بقات ما عادش 3 ايام ولا شنو، وهي خارجه للدار. يا ديك جابتها، كانت عيشة يوم الله رحمه وناي الدرية. أنا كنت مع الراجل، بقيت معاه 7 سنين، ماتت ما داكشي. جرى عليا، جرى عليا مدة 9 سنين. دعيت في المحكمة، جمعت لي 6 ونص. دابا ترجعت للموضوع ديال راجلك. اه دعيت في المحكمة، جمعت لي 6 ونص. ناض هو قال لي معدي ما نعطيك 5 على الحبس. قلت له ولي عطيني فلوس الصير غندير لك التنازل. قال لي صافي دير التنازل. درت لي التنازل، مابقاش كيعطيني. دابا حد السابق ما كيعطيك حتى شي حاجة، المهم مشى بحالو وصافي. قالت لي نقسمو صبر، خذ الدري وناخذ الدرية. عطيتها ولدي الدري، دخل الدري قدام الدري. دخل شي واحدة قدام ولدو. الصباح زاد لي الفلوس، قال الدري حتى لا تزيتيهم. الدري مسكين حلف وداك الشيء والو، انت جريت عليه. أنا باركة في راسي درت لي عندي الدري، قلت لي شكون جابك بابا؟ قال لي لا. قلت لي ما قال ماما وقع وقع وقع. دابا نرجعو للموضوع ديال البنات، لأن داك الموضوع صافي قدام بينك وبين راجلك 9 سنين. سمح فيكم ما بقاش. ما عرفتش فاني دابا عطاني في الدار تاع الراس، ماشي شي حاجة. هذا الكلام اللي كتقول لي كاين؟ اه ماشي فاني دابا شي حاجة، عارف فين ندير الراس. عطاوك فاني دابا ندير الراس. دابا أنايا أشنو شنو؟ الوالدة ملي ولدات، ولدات شفت داك الشيء ديال الدم وداك الشيء، تغيرت هزيتي لوحدة حطيتي لوحدة أخرى. الوالده ديالك ولدات فاش شفتي داك الشيء ديال الدم؟ شفت داك الشيء صافي حطيتي وحده ستيني وحده اخرى. هادشي كاين اللي كتقول لي؟ ها؟ فهمتي؟ يعني كتهضر عادي هي؟ اه عادي. اها كملي. ملي صافي عاد شفت داك الشيء صافي ما بقاش كيما كنت، بحال الصدمه جاتني، بحال الصدمه. ملي شفتي تزاد هذاك خوك؟ ملي مشيت داك الشيء ديال الدم، داك الشيء ديال داك الشيء فهمتي؟ اها. وهاك ستيني وحده حطيتي وحده اخرى، ما بقاش ديك البنت اللي كنتي كنتي تشوفها، ستيني وليت وحده اخرى ترفعت. في ديك اللحظه ديال الولاده ديال خوك، اللحظه ديال الولاده. اه فهمتي. دابا انا دابا سميتو بحال دابا الا خرجت مثلا، الا خرجت برا ولا شفت شي مثلا شي مضاربه او شي حاجه او ولا شي دمر شحال، عندي صدمه. ما كنبغيش نشوف شي حد مخاصم ولا نشوف شي حاجه مضارب ولا بقى واحد بقى يحكي عليا هذا توفى هذا. ما بغيتش داك الشيء، كنتصدم، كتزاد عليا الحال. فهمت. او مثلا الا شفت شي واحد غادي نبيع في هذيك. وفاش كنتي خدامه شنو وقع لك؟ فاش كنتي خدامه؟ كنت خدامه كندير فينيسو، كنت صحيحه في صحيحه. وشنو وقع لك؟ كنخدم كندير فينيسو، كنت حي الامال، كنخدم وكنجي للدار، كنخدم وكنجي للدار عاديه. هي هذيك صافونه قالت لي خرج. لكن كيفاش مرضتي؟ دابا طحت لهم في الماء، ما عرفتش كيفاش توقع لي. تبقى ندخل ونخرج في الهضره، ويد شي مي عيطوا على مي، يجي تسني وبدا فين مسكينه الدار. مناش؟ اه مناش وليتي كتدخل وتخرج في الهضره. عطاوكش وحدين شي حاجه كيف قالت الاخت ديالك؟ ولكن ما عرفتش ديالاش، ما عرفتش ديالاش فهمتي، ما عرفتش ديالاش. انا شربتها ولكن ما عرفتش انا ديالاش فهمتي. صافي هذاك الشيء سميت صافو. فاش ملي ولات الدري وداك الشيء جاتني بحال الصدمه من تما. امتى؟
من اين مزا؟ عدا 30 عام. واش ملي ولدات ولا من هذا انا تلفت؟ اه واش ملي ولدات ولا ملي كانت خدامه وعطاوها شربت داك الدواء؟ لا متشربت الدواء. من تما وهي مريضة؟ من تما وهي مريضة. وفاش ولدت شو داك الشيء وقطعي وكتب لي المكتوب عاد تنسات من بزاف. فاش ولدتي وكتب لك المكتوب؟ اها. كنبقى نبكي كنبقى نبكي على راسي. علاش؟ كنقول علاش وقع لي هذا الشيء علاش؟ وهذا الشيء كتاب كتاب كتاب. راه كاينين شي وحدين عايشين معنا شياطين كيبغيو اديو بنات الناس ولاد الناس. كنقول علاش كتاب لي هادشي كنقول وتقولي الحمد لله قولي الحمد لله فهمتي الحمد لله. شو مسكينه دابا هي منو من الله علي دار شي حاجه تلو ياخذ الحق. دابا انت عندك جوج عندك هاد بنيه وعندك وليد اخر. الوليد الاخر هو مريض. لا الوليد عطيني. كيفاش عطيتوه؟ الوليد عطيني الخيريه. الخيريه بلاتي 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 بلاتي. دابا فاش ولدات ولد عطيتو الخيريه. ما كتشوفوش ما عمر ما شافتو علاش؟ النهار زاد. علاش؟ ما عرفتش فين هو دابا. وانتم انا عطينا الخيريه وكيفاش ما عارفينش فين هو؟ حيت عطونا واحد الورقه وديك الورقات وطرات. دابا ولدك ما عمرك ما شفتيه؟ لا ما عمرها شافت. ولدك هو الاول ولا هاد البنيه؟ لا هو الاول. هو الاول. وماما كي اللي عطاتو الخيريه. ولكن علاش؟ ايوا مسكينه 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 فقراء مسكينه ما عندهاش فضل الله ما بحالهاش مسكينه وداك الشيء. انت تشوف الحاله مسكينه ما عندهاش باش تعيشو ما عندهاش مسكينه باش تعيشو داك الشيء علاش مسكينه. وانت فين وقع لك هذا المشكل هذا؟ فين اغتصبوك؟ في الفضاله في الفضاله في المحمديه؟ مشيت على رجلك من كازا للمحمديه؟ انا درعت قالت لي مصري انا بوحدي نسيت الباس ومشيت نسكن من العوينه ما كانش عندنا الماء ديك الساعه. اها. وكنسيت الباس ولا اللوحه ولا نزيد ما عرفوني فين طرت ولا نزلت. اها. بقاو تيقلبوا عليا تلقاني مسكين با بقاو يجيبني مسكين. وفاش وداتني امي ودار لي التلفازه قالت لي بنتك راه حامله وهادي صافي مسكينه تصدمت هي وتا هو مسكين تصدم. ولاو في حاله ماشي هي هذيك. وفاش ولدتي عطاو الخيريه. هي مسكينه ما عدتش باش تعيش. وعاود تحملتي ثاني بهاد البنيه هذي. إلي انت دابا عاقله شويه عاقله كتعقلي. وبعض المرات كتجي الحاله ما كتبقى عاقله ما والو. مابقاش عاقله. تولي عا باغا تطج. كنبغي نخرج ما بغاش نجلس. عرفتي البارح حتى تموت. عرفتي تخلقت زيرت. كنقول لها خذي دابا كنبغي نخرج ما بغاش نقعد في الدار ما بغاش نقعد فيها كاع. كنبغي عندي ما نبغيش نقعد فيها كنبغيش بلاصه كون ما نسمع فيها لا حتى حاجه يكون بلاصه هاني ما يكون فيها لا شي صداع لا حتى شي حاجه. انت دابا ما كتحمليش ال ما كنبغيش المشاكل. ولكن واش كتعالجهم ولا انت دابا الامكانيات ما عندكش فلوس باش تعالجي والو. دابا هي ما تبغيش تعالج تقول لك دابا كنبغيش نعالج. كنمشي ندير الاكسجين في السقات انت كنت كيتعاملوا معايا كداخل المسكينه هذا كندير كدور معايا. جاتني نورمال السيده كتهضر مزيان ما فهمتش انا. لا كتهون مزيان شويه على بعض مرات كتجي الحال صافي كتبغي عاد تخرج ديح. دابا مسكين تاخد داخل ندير الكسيجين ندير معاه داك الرابوس عطانا الرابوس صافي لحتو درت منو شي حاجه صافي لحتو ما بغيتش نبقى ندير فيه. وهاد البنيه دابا قلتي بان الام ديالك سافرت وخلاتها بوحدها. بوحدها. علاش ما خلاتش مع الام ديالها؟ ما كانتش هذيك كانت بوي عمر. كانت بوي عمر. دابا كان دابا مي كانت باركة هي وياها والدرية و مي دات بويا عمر عند شي ناس ولا دفع عليهم 7000 في الشهر. دابا هادوك الناس بحال عندهم ما كيشدو المرضى وداك الشيء مي تحاكت مابقاش تشوف بويا عمر دابا تا راسو كتخربقو و مي مسكين الله يرحمه و تا السيد شبعان موت وقال ما حتى كاين شي واحد سميتو عمر تما ولا ما عرفت شنو. ايوا قلت لك دفع عليهم 7000 في الشهر مي تحاكت مابقاش كتصيفط ليهم نهضت اردو خدامه بحال خدامه تما عندو في بويا عمر بحال خدامه قابله لا يعني كانت كتخلصهم 350 درهم باش يشدوها تما عندهم ملي ما بقاش كتخلصهم اردو خدامه ودا وفين هو هاد بويا عمر هذا؟ فين هو هاد بويا عمر؟ حيدو مالك؟ هذيك 14 عام هي تما هاك نجيها مالها؟ دا فاش كانت بويا عمر كانت كا حابسين على كطيب وداك الشيء وكل الخلوه شفت في الزنقه ما كتسالك تعم بالماء بارد داك الشيء بحال دار عليها كتعم بالماء بارد تما قلت لك كانت بويا عمر مقابله للمرضى وداك الشيء
صوت 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 مقابلة لي المرضى ناضت صيفطات واحد المرأة با كانت تماك مقابلينو قالت لها اختي انا مزوجة قلت لها نسير عند خوتي نقدوني ناد الناس المرأة كذبتها الراجل المرأة اللي شادين وما عرفتش اش دارت لي دارت في هذيك النار شاف بويا عمر شافت المرأة مسكينة ويتقى فيها هي تجي عند خويا نيشان كدوي معاه وتبكى تقول لي الخير اللي غادير نقد هذيك المرأة هذا هو بويا عمر والمراه بلاتي لبسوني وهي كانت محسن بزاف بويا عمر صافي عاد واحد الناس دابا واحد المراه مشات جنب بارك تماك نات هذيك قالت لها عافاك المسيره عند خوتي نقدوني الناس محنين يعني ولاو شادين تما مرجعين خدامه تخلى على ادريس هذيك المراه تخلى على ادريس وما جات عند هذوك باش يخرجوا فهمتي دابا خلينا نعاود لها لا تبارك الله راه كتعاود راني هذه الهضره كتقول كاينه دابا ديك السيدة مسكينة تاهي عند الوالد ديالها مسكين مريض كاين تما كتجي مرة مرة طلب عليه مسكينة فهمتي السيدة طلبتها اجينا قربي حدا شوية قربي حدا باش لا اختي هانت راه ما عديتش باش نعيشو لي دورات معايا مسكينة عطاتني 1400 فهمتي عطاتني 1400 في الأول وعندك قلت لها عافاك اختي المسكين ديالي عند خوتي باش يخرجوني الله يرحمهم عليك ولا كانوا مكرفسين عليك تما كنت شقا بزاف تما كتامنوا بهذا الشيء ديال بويا عمر وبويا بقادر وبويا الجلالي وبويا لا ما كانتش كنت كنشقى لها وداك الشيء فهمت راه ما كاين لا بويا لا راه كيبنيو شي حاجه لداخل وكيخليو بنادم غادي تما جاي من الصبا كينصبوا عليهم الجهل هو هذاك يا هذاك فاش كنت تالي شقى كيربطو في نازل باش ما تهربش يهرب في نازل هربت لي واحد الغابه هربت لي واحد النوبه هربت لهم واحد النهار بات لهم راجل مرا لي شدينا تبعها في الشدة خلى راسو كل ديال الضو انتي كيخبط شكون اللي ضربك؟ راجل هاد المرا اللي شاديني بجوج هي ومرتو راجل كيقولوا لي كانوا شادينكم جوج يعني الراجل ومرتو كانوا واش كانوا كيديروا تما في بويا عمر وما شدوا الناس بالفلوس بحال هكا شدوا مرتو كيربطوهم بالسنازل فضيحة هي هذيك جات هذيك المرا عند خويا كتبكي وتقول لي نقد هذيك المرا انا خويا عيط عليا كنت كنصب مع شي مراه قال لي فاطمه صيفطات واحد المراه داكشي قالت لك هذوك الناس معذبين هذاكشي قلت لي خويا نمشي نجيبوها قال لي لا ما غنجيبوهاش قلت لي خويا نلقى واحد الدنيا قال لي لا شتيها مسؤوليه عليك قلت لي مسؤوليه عليا ومشيت عندو نضنا في الصباح شدينا الكار حطنا في العطاويه شدينا طاكسي حطنا بويا عمر وداكشي درنا راسنا غنكريو ناد خويا مشى عند واحد من الحانوت قال لي بغا نكري انا ود السيده جاب لي البواب داك اللي كيجيب المراه الكرايه جا عندنا وداك الشيء قال لي هاد الناس بغا يكري وقال لي لا كلشي عامر ونقول خويا شتي جديد عاود مول الحانوت ليالي عاود لي مول الحانوت صاب عطيني عطيني الرقم ديالك بلاتي غادي نقاطعك عطيني الرقم التليفون ديالك باش لكانت مساعده لا عاود عطيني ما خسر والو عفاكم الله يرضي عليكم اللي كيشهد المباشر وبغيت تعاون مع هاد العائله اللي كلها مريضه نفسيا من غير هاد السيده اللي لابسه لك حل عندها مشكل مع الزوج ديالها او الطلاق ديالها اللي ولات كتحمل المسؤوليه ديال الاخت ديالها وديال بنتها وديال ولدها اللي متخلى ولدها ما عمرك ما شفتي انت نهار عطينا ما عمركم ما سولتو فيه ما قلتو حشومه الخيريه اللي حطيتو عندها الله الخيريه لا 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 عطيني الرقم عافاك 06 06 01 01 90 90 14 12 عفاكم كتبوا هذا الرقم وخلوا في التعليقات وبارطاجوا لا فيديو عفاكم الا كان شي واحد شي طبيب نفسي بغى يدير شي تدخل ديالو او شي شخص كيدير رقية شرعيه بغى يدير التدخل ديالو ما فيها بس نعاودوا نحطوا الرقم الهاتفي ديال هذه العائله اللي المشكل عندهم صعيب هاد السيده اللي على اليمين مريضه نفسيا تم الاغتصاب ديالها ولدت وليد الام ديالها صدقاتو على الخيريه عاود تم الاغتصاب ديالها ثاني وحملات وعندها ديك البنيه اللي حتى هي مرضات نفسيا من طرف او بسبب الجده ديالها اللي خلاتها بوحدها في الدار مده ديال 4 ايام مرضات حتى هي السيده اللي على اليسار عندها مشكل مع الزوج ديالها وسمح فيها وخلى العائله المهم مشبكه الرقم هو 06 01 90 14 12 فوفي في الطوم 0601 90 14 12 هذا هو الرقم ديالهم كملي ايوا قلت لك ما جات المراه كيتعاود لخويا تبكي وداك الشيء مشي الصباح شدينا الكار حطنا في العطاويه شدينا طاكسي مشينا حطنا بويا عمر
واحد من الحانوت دار خويا راسو غيكري، قال لي عافاك شوف لي شي بيت بغا نكري انا والسيده. داك مول الحانوت شاف لي هذاك اللي كيجيب الكرايل هذيك خيتي، جا عندنا قال لي كلشي عامر. مشى هذاك الشيء ونقول لخويا عاود لي اللي عليها، يعني تما كاينين عصابات مختصين في هذا الشيء. خلي عاود لي هذاك الشيء تصاب مخاص معاه، قال لي هو الباب طلع دابا هي فصيفطات لي المراه، صيفطات معاه برا قاريه السميه ديال المراه والسميه ديال الراجل. فاش جينا في الباب عيط خويا فتيحه قالت لي شكون، قال لي سلطان هذاك الشيء ناس، قالت لي مرحبا طلع. وطلع لي طالع هنا ووقف هنايا الوقفه اللي غنوقف هنايا لقيتها هي الله تصبل مرجوع خدامه عندهم. غتصبل شافتنا كضحك وهذاك الشيء هي تقول تما خت خوت شحال نعرفك انت، قلت لهم عمرك شتينا شكون اللي جاب لك النار الاول مي هي هذيك دخلنا هذاك الشيء. الناس القدام كانوا كيامنوا بهذا الشيء ديال السادات وبويا عمر وبويا القادر. هي هذيك دخلنا قالت لينا دابا خصكم تخلصوني عليها على هاد السنين اللي شديت. قلت لها علاش نخلصوك انت ما راه لك الضرب عليك نخلصوك عليه. قلت لها جنا الوراق جنا كل شيء. شنو الوراق؟ الحل المدني هذاك الشيء. قالت لكم تخلصوا على السنين اللي كانت شاده عندها. قلت لها دابا بغيت بالخاطر ما بغيتيش نمشيو للمخزن. هي تخاف قالت لي ندو ولا تناد معاك من الحل رجعوها. ترجعوها تخدم عليهم. فاش خرجنا قالوا كيضربوك؟ دابا انا عندي مرض نفسي كنقول بحال دابا مثلا اذا في العائله بكري كانوا تيموتوا من العائله كنقول لهم راه انتوما اللي قتلتوهم، وليت كنتهم فيهم. انا هما قيموتوهم وتطلع قلت لها لا لا انتوما اللي قتلتوهم، واخا كيقطعوا لي من اللحم كيضربوني، واخا كيضربوني واخا ما عرفتش يديروا لي في راسي كنقول لهم لا انتوما اللي درتوا لهم هذه الحاله، راه انتوما اللي درتوا لهم هذه الحاله. قلت لكم ما كنتوا درتوا لهم هذه الحاله كاع ما ديني ما عندكم. وما شافتش مول الله رحمه فاش ماتت ما شافتش با الله رحمه. وليت كنقول ليت كنتهم كنقول راه انتوما اللي درتوا لهم هذه الحاله. وصافي مرت وقلت لهم واخا ضربوني انا عاقتوني انا قدامكم ديروا فيا اللي بغيتوا، ولكن راه انتوما اللي درتوا هذا الشيء. صافي هي ما تتبغيش. ليلي الله ليلي الله هادشي راه كيدور في الخاطر، يعني معقد هاد الفيلم هذا. دابا الولد ديالك عمرك ما شفتيه انت؟ ما عمرها شفت. من هربت الخيريه ما عرفتيه. دابا تكون وانت ما قدرتيش انت اختها الكبيره ما سولتيش فين ما حاولتيش. ودابا هي الخيريه اللي عطاو ليها ما عاقلاش عليها. انا قلت لها قول لي شو واحد من العائله ديالكم شو واحد كان عاقل في المشا؟ لا دات عمي وخالتي الله يرحمها هما اللي داو. خالتي ماتت الله يرحمها، امي تاهي ماتت، كل شيء مات الله يرحمهم. ايوا الحمد لله لا اله الا الله. انا برك في الدار ديال الوراثه ما نكذبش عليك. دابا انت ولات عندك المسؤوليه ديال دابا ما تقدرش تخرجي تخدمي؟ لا انا ما نقدرش نخدم ونخليها تبقى بلا الدار. دابا اكثر جا واحد خويا برك معايا كتعطى المخدرات غنمشي لشي بلاصه وداك الشيء يطلع لي. ايوا دابا على اساس انت دابا قلتي راك راه كيشاهدوا كاع هاد المباشر هذا. يلا كيفاش يلا كحالتيها جيتي تقديها؟ انا بغيت نمشي نخدم على قبل هادي ما. المهم نتمنوا عفاكم بارطاجيو هاد الفيديو اللي يقدر يتساعد معاهم بالدواء بتدخل ديال شي طبيب نفسي. راه فيلم معقد اللي غادي يتابعو من الاول ما غادي يفهم حتى شي حاجه من غير ان هاد السيده اللي على اليمن مريضه، ولكن جاتني انا كتهضر عادي. دابا هي بعض المرات ملي كتجي الحاله صافي. دابا فاش كيقرب العواشر كدير كتخرج من الدار. كتطرج وكتزير. ما نبغيش نقعد في الدار نبغي نخوي. يقدر يكون السحر هذا عندها والله اعلم ما عرفتش. لا دابا ملي كنتبخر كنحس براسي. ملي كتبخري كتحسي براسك شويه. كنحس براسي شويه ديما ملاحظه. والمهم حاولوا عافاكم تبارطاجوا هذا الفيديو نقدروا نلقاو حل ما تعرفوا شنو كاين. الا كان سحر حلو ساهل كاينين الناس مختصين في هذا الميدان من رقات يقدروا يعالجوها يقدروا يشوفوا الحاله ديالها. بخصوص الابنه ديالها اللي محتاجه الرعايه الطبيه للاسف المستشفيات المغربيه للتخصص ديال الامراض النفسيه قليل. وعامر خاصك ما هي وما لونها باش تدخل تعالج في مصحه في مستشفى للامراض العقليه في مدينه الدار البيضاء. المهم الرقم غادي نعاودو نذكركم به بارطاجوا فيكم لا فيديو 0601 0601 90 14 12 0601 90 14 12 على حفظها.
صافي تبارك الله. الله يحفظكم يا ربي. الله يحفظكم، وبغينا نقول لكم الله يجيب لكم الشفاء يا ربي. ونتمناو من الاخوان والاخوات اللي كيشاهدوا هذا المباشر بارطاجوا هذا الفيديو. الا كان شي راقي باغي يتدخل في هذه القضيه نشوفوا حل. ما كل شيء ممكن. البنيه مسكينه اللي مصدومه باقا عندها صدمه، ما كتكلمش ما كتهضر ما والو، غير مسكينه كتضحك بحال ما هكا، ولكن كتسمع كتفهم كل شيء. الله يحفظكم ان شاء الله. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك والله يحفظكم ان شاء الله.